الاثنين رح نكون مع لقاء خاص ومن القلب مع الأمير الشاب المبدع أحمد بن سلطان بن عبد العزيز. مرحلة يعني غير مسبوقة، الله يبعد عنا العين، بس أهم شيء لا يقبل إلا بالذهب. يعني إذا ما فيك شغف فما أنت مطول في الملعب، ما حتأدي. لو سمحت خذ جنب وزميلك يجي مكانه. يمكن كاساسية كاساسية ما في شك، كان 2019. أنا سعيد أنه موجود في السعودية، أكيد كنت أتمنى في الهلال. ما في نادي في الكرة الأرضية ما يبغى ميسي. إدارة الهلال تعرف هالكلام أكثر مني. إذا هذا الإخفاق أجل النجاح وش؟ بس نهدى شوي ونفكر بإذن واحد أحد.